أحيلت المذيعة المصرية رضوى الشربيني للتحقيق إثر دعوتها عبر برنامج هي وبس الفتيات ارتداء الحجاب، ووجهت الشربيني رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وقالت: لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعى تقلعي الحجاب، انت أحسن مني ومن غير المحجبة 100,000 مرة. وتابعت الشربيني بالإشارة إلى أن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شياطينهن، وقالت: أنت أحسن عند ربنا. وقررت لجنة الشكوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع الشربيني في الشكوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها بشأن غير المحجبات.